بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. بودي الحقيقة أيضا نتناول جانب قريب من هذا، وهو النشاط العلمي الذي تقدمونه في الدروس في المسجد. هل من الممكن أن نستمع إلى أبرز هذه الدروس التي تلقونها في المساجد شيخ صالح؟ مسألة الدروس التي في المساجد إنما اتجهت إليها أخيرا لما كثر الإلحاح من الشباب ومن طلاب العلم، رأيت أنه لا يسعني أن أعتذر من طلبهم وإلحاحهم، ففتحت لهم المجال في إلقاء ما أستطيعه من الدروس والتوجيه، وذلك في المسجد الذي أتولى الإمامة والخطابة فيه الذي سبق ذكره آنفا، وفي الطائف في الصيفية أيضا تنتقل دروسي التي ألقيها في الرياض إلى الطائف هناك، وفي الأخير رتب لي درس في المسجد الحرام في الأسبوع مرة تحت مسمى دروس من القرآن الكريم، وقد مضى منه سنة أو فصل صيفي، لا سنة كاملة وإنما فصل صيفي، وسنواصل فيه إن شاء الله في المستقبل. الدروس والعلوم التي تدرسونها يا شيخ صالح؟ الدروس أنا أحرص على دروس العقيدة، أهم شيء دروس العقيدة، لأن المسلمين بحاجة إلى معرفة العقيدة وتأصيلها، لأنها هي الأساس الذي يبنى عليه جميع أمور الدين. ثم أيضا دروس الفقه، لأن الفقه في الدين من أهم المهمات، وكذلك الحديث، لي درس في الحديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لا زلت واصل التدريس فيه بنية إكماله إن شاء الله في الرياض وفي الطائف أيضا. نعم، أحسنتم يا شيخ صالح.